خالد الرواحي يقول: متى يفصل الأطفال عن والديهم، أو ما هو العمر المناسب لذلك خاصة أثناء النوم، بحيث يجعلهم ينامون بأنفسهم في غرفة خاصة؟ لأن الأطفال قد يدركون ولو كانت أعمارهم صغيرة، ولكنهم أيضا يحتاجون إلى رعاية واهتمام. نعم، عندما يمكن الاستغناء عن هذه الرعاية، أو عندما تكون هنالك وسيلة لرعايتهم في غرفة مجاورة، عليهم أن يفصلوهم في هذه الحالة، وأن يتعهدوهم بالإمكان أن يتعهدوهم في الليل، وأن يسمعوا إليهم لو حصل منهم شيء. نعم، جميل.